اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بالاساتذه الكبار، الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام. استاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ كابتن منور الدنيا. اخبار حضراتكم ايه؟ منور الدنيا. جاهزين؟ اه ان شاء الله معاك جاهزين. تخبط واضح اه وعشوائيه واضحه وللاسف الشديد واحده من او واحد من وجهه نظري الشخصيه الاتحادات اللي عليها علامات استفهام كبيره جدا طبعا. جدا في تاريخ مصر الحقيقه. بالتاكيد انه يعني ابسط حاجه، معلش مره ثانيه اصل لازم اوضح. اتفضل اتفضل. لازم اوضح كل شويه الكلمتين يعني دول. الاتحاد دي حاجه ولكن انا مع قرار وجود الكابتن حسام حسن مديرا فنيا، انا مش بتكلم على قرار الكابتن دي حسام. قضيه ثانيه. دي قضيه ثانيه، لكن انا بتكلم على القرارات المتخبطه الاداريه المتخبطه. الاتحاد بقى له 3 سنين ما عملش غير حاجتين، دوري المحترفين ويستحق كل التحيه والتقدير ليهم، ومعقول حاجه ثانيه من وجهه نظري حسام حسن. شوف حسام ابراهيم يستحق تماما هذه الخطوه. رايي طبعا لو لا 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 حضراتكم لو راي اخر يقوله. اصل هنقول ايه؟ هنلاقي في ناس اقل من حسام خبره وتاريخ في كره القدم المصريه ومع ذلك تولى هذا المنصب. صحيح. بكل صراحه كده، فحسام يستحقها 100%. الكلام بقى على ايه؟ انه من يومين بس يا كابتن، يوم الاجتماع بتاع مجلس اداره اتحاد الكوره القرار اللي صدر ايه؟ انه تعيين كابتن محمد يوسف مدربا عاما. هات القرار تاني يا سمير لو سمحت، معلش. ايوه، مع انتظار المدير الفني الاجنبي. يعني حضرتك اللي قلت كده؟ لا استاذ محمود، لا ده موجودين على فكره. مش انا برضو على فكره. على فكره القرار ده موجود من يومين بالظبط. ايوه ما انا بقول لحضرتك هنجيبه دلوقتي. انا بس بقول اللي يقول لك يطلعوا يقولوا لا ده انت اللي بتقول. لا ده موجود نصا اهو يا فندم. وقرر الموافقه على تعيين محمد يوسف اتفضل مدربا عاما لمنتخب مصر الاول لحين اختيار مدير فني اجنبي وتشكيل باقي الجهاز. لحين ايه يا فندم؟ لحين تشكيل اختيار مدير فني اجنبي. لحين ايه يا استاذ محمود؟ لحين تشكيل جهاز فني. معلش راجع معانا، يمكن احنا مش شايفين. لحين اختيار مدير فني اجنبي وتشكيل باقي الجهاز. اللي هو ايه؟ ده الكلام ده امتى؟ يوم الاحد. يوم 4 فبراير او فوق. بالظبط. النهارده 6 حضرتك. بتاريخ 4 فبراير. النهارده 6. والكلام ده فشل اداري واضح طبعا. وبعدين نقدر نقول انه ما نقدرش نقول النهارده اتحاد الكوره قرر تعيين حسام حسن، يعني ده يبقى خبر غلط. ده خبر ما مش هو، انت تقول تقرر تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر. وبرده دون الدخول في التفاصيل، كان في اجتماع لحسام هو حسن. لسه على فكره لا كان في اجتماع في مع وزير الشباب والرياضه. لسه هقول لحضرتك دكتور اشرف. اشرف لسه قايل في مداخله هنا بقراها انه كان هناك اجتماع صباح اليوم بالزبط. وكابتن حسام حسن ابدى احترامه الشديد لكابتن محمد صلاح وكل المحترفين الخليجيين، وقال ان هو لو في فرصه ان هو يسافر ويقعد معاهم هيسافر ويقعد معاهم. ويبدو ان دكتور اشرف صبحي باعتباره ممثل هو شايف الناس رايحه جايه في كلامه، وشايف الناس ضربه لخمه في الموضوع ومفيش رؤيه. ما هي المشكله يعني هو احنا متفقين على انه حسام يستحق ان يكون في هذه الخطوه من فتره طويله جدا. صحيح. ثانيا مساله بقى انه يعني يبقى في هذا القرار اللي صدر من يومين انه تعيين. طب ذنب محمد يوسف ايه دلوقتي؟ مش عارف يعني برضو ما من دي من ضمن الحاجات الغريبه جدا. يقول لك عرضوا عليه فرقه منتخب من منتخبات الناشئين والشباب. ما فيش كلام ده. ده اسمه بقى طبطبه يعني. ده اسمه طبطبه. لا مش طبطبه. لا مش طبطبه. ده اسمه يعني عشوائيه. عشوائيه. عايزين نقول اكتر من كده يعني. هو بص يا كابتن، القرار اللي صدر يوم 4 فبراير يؤكد لك حقيقه واقعه بامانه. ايوه. لا مجال للشك، انعدام الرؤيه لدى من يدير اللعبه الاولى في مصر. خلاص. انت الان على نظام غياب مهندس عمليه المراحل الانتقاليه. اوكي. يعني ما عندكش الاستاذ والمعلم اللي بيعرف يطلعك من ايه؟ من حاله الزنقه لمرحله انك انت ايه؟ يقول لك اتفضل ادي بدايلك 1 2 3. هذا الاخفاق الذي حدث في كوت ديفوار كان يتوجب على اتحاد الكوره والقائمين عليه ان يتحلوا بنوع من الهدوء والالتزام حتى تنتهي امم افريقيا. حتى لو انت كاتحاد كوره دخلت في مفاوضات
عمليه رسميه مع بعض المدربين، منهم فتحت خط مع سباستيان دي صابر، فتحت خط مع جوزيب سيرو، فتحت خط مع حد تاني، مع سطعت راي هيرف رينار اللي انا اكتر من 10 سنين بيتكلم عنه ونفسنا نجيبه مش عارفين نجيبه او مش عارف مين اتكلم. لكن حجم الخساره اللي حصلت للكره المصريه في كوت ديفوار كان يتوجب عليك كاتحاد كوره أن تراعي متطلبات المرحلة الحالية ويكون لديك نوع من الهدوء وتقدر الحالة العامة للشعب المصري الذي تسببت حضرتك في إصابته بالإحباط. صحيح. كان يكون عندك دراسة وتقول لماذا لا يكون البديل وطني، وتقول أنا عندي أربع خمس مدربين. أنا بقول أنا بقولك أربع خمس مدربين وأحلل أدائهم وأجيب ناس عندي، أجيب ناس إيه عندي لها الخبرات وأعودها وما أقولش مين. أنا ممكن أجيب كابتن السام الشاطر، كابتن مش عارف الناس اللي بتاع ايه رايكم، اخدهم بعيد ما حدش يعرف، بستلزم كل خطوه انا الناس كلها تعرفها. اخلص محمود بالتليفون. هو لو انا ما انا بقول لحضرتك كابتن حازم ولا كابتن بركات ولا قبلهم الاستاذ جمال كلم مثلا كابتن حلمي طولان وقال له ايه رايك في استاذ محمود صبري ولا في استاذ، هيقول له في اي مدير فني يعني. انا بقول لحضرتك كان يتوقف في كان يتوقف في المرحله دي انه الدايره الضيقه او المغلقه من اتحاد الكوره بالاتفاق مع التفويض من المجلس ان يكون عندك وقتها لماذا لا يكون مدرب وطني، بدليل ان هذه البطوله برضو اثبتت بجانب اخر تواجد المدرب الوطني. غدا او بكره ان شاء الله في مباراتين منهم مدرب وطني جاء بالصدفه مدرب منتخب كوت ديفوار بديل المدرب الفرنسي كان كوت ديفوار. الان كوت ديفوار على مقربه من الوصول للمباراه النهائيه، صح مباراه تبقى شرسه بكره لكن عندها دوافعها كبيره جدا. انت كان يبقى عندك حساباتك ورتبت ورقك وعرضت وجهات النظر على القائمين على الامر. انا عندي سكه ان انا طريق اخد المدرب الوطني واخلص بلدي من حجم كبير جدا مرهق من المرتبات بالدولار في الظروف الصعبه دي، واقول انا عندي وجهه نظر ان احنا نقدر نستحمل، احنا عندنا ماتشين هنلعبهم في 2024 نركز نعدي الماتشين وبعد كده يحلى الكلام خلاص، او عندي نجيب مدرب اجنبي تكلفته هتقل. لكن انا اروح اتفق كمان مع مدرب اجنبي واقول له هتاخد 120 الف دولار انت والجهاز يا عم، احنا لسه ما خلصناش من 240 هنطلع في 120، هي احنا بنلاقيها في الشارع، ما انت شايف الوضع عامل ايه. والاخفاق كان اكبر وكان مرير يا كابتن، يعني مدرب حصل على مدار سنه ونص او سنه وست يعني مش عايز اقول لم يقدم، كانت الناس متوقعة ان احنا هنشوف منتخب يكسر الدنيا في كوت ديفوار، لكن المحصله بامانه كانت مخيبه. وانا بقول لك حاجه اهو، حتى اتحاد الكره والقائمين عليه صدموا مما شاهدوه من تراجع كبير جدا لاداء المنتخب كلنا بامانه شديده. هذه المرحله تتطلب بالفعل مدرب وطني، انا بقولها لك اهو. والمدرب الوطني اذا كان للبعض يرى فيه عيوب فانا بارى فيه ايجابيات كبيره جدا، على الاقل هيكون عنده حماس وعنده دافع وعنده رغبه. وحسام حسن اتفق او اختلف معاه، لا من المدربين المجتهدين اللي بيحاولوا يصنعوا لنفسهم ما بيستسلمش. وبقول المرحله دي يا جماعه محتاجه بامانه شديده نركن حسابات بصفه عامه ونبص للصالح. هنكمل في المشوار، عندك ماتشين مع بوركينا فاسو وغينيا في غايه الخطوره، خطوه تفصلك على الاقتراب بنسبه كبيره جدا عن الايه الاقتراب من مشوار التاهل 2026. اتحاد الكوره اتحاد الكوره كان يتوجب عليه بنوع من الذكاء كابتن اسلام، خلاص تم اختيار حسام حسن، اعلن رسميا اختياره واقول اهم لنفسي اسبوع لتشكيل الجهاز. مش هم اللي اختاروا لا ما انا واخد بالي، تم تقرر اختياره، كان يمهل نفسه في بيان سريع تم اختيار كابتن حسام حسن وعليه تشكيل الجهاز في مده ايه اسبوع. بس خلي بال حضرتك بس عشان بمناسبه ان هو تقرر اختياره، استاذ جمال علامه اهو في الكوره بلس بيقول سندعم حسام حسن باقصى ما لدينا، سندعم والمدرب هو من سيحدد الجهاز الفني الذي سيعمل به. كابتن اسلام ومعه هو تصريح الاستاذ جمال علام ده دلوقتي حالا اقرار بامر واقع. اوكي اقرار بدليل انه لو كان في نيه للتعاقد من جانبهم مع حسام حسن ده ما كانش كان اعلن هذا الكلام، ما كانش في نيه اصلا وما كانوش تعاقدوا مع او اتفقوا او اعلنوا ان هم هيتعاقدوا مع مدرب اجنبي محمد يوسف انتظارا لوصول او التعاقد مع المدرب الاجنبي. يعني اذا ما كانش في الحسبان. صحيح. الوضع الطبيعي ان اتحاد الكره دلوقتي لازم سيدعم حسام حسن. طبعا طبعا في نقطه بقى كانت ممكن برضو تنفجر وهي نقطة علاء نبيل لما تعين او طلع قرار بانه هو مدير فني لاتحاد الكورة. اعتقد ان شخصية علاء نبيل مش هتسمح
بوجود مساومات على اختصاصاته يعني شخصيته. طيب ما هو هي بدأت النهارده كابتن. اه هي بدأت بإيه؟ النهارده كابتن علاء امبارح في مكالمه مع ملك وكتابه قال انا دوري ودوري ماشي تمام. فانا ساعتها يعني طلعت قلت يعني افلح ان صدق او طيب. افلح ان نفذ تمام. فليه؟ لانه وجودك في مكان بدون اي صلاحيات. أيوة. ده مكان. طيب النهارده كل اللي حصل كابتن علاء ما يعني ملوش دور على الرغم ده اللي انا ده انا ما اعرفش حضرتك عندك معلومه ثانيه ولا لا؟ لا في حاجات هذا المنصب اللي هو المدير الفني لاتحاد الكوره منصب عظيم جدا. صحيح. ومهم جدا. انما حتى قبل ما يجي علاء نبيل ما كانش له دور من يشغل هذا المنصب. لا استاذ جمال اللي جاي على بقى. اللي فات احنا بنتكلم على اللي جاي واللي جاي حاجه تانية. وكلام الكابتن علاء امبارح معانا هنا في قناه الاهلي ملك وكتابه قال هو اللي قال هذا الكلام مش انا برضو هو اللي قال هذا الكلام هو قال الكلام في اختصاصات لازم يكون قال هتدخل في اختيار المدرب الفني وقال مين اللي هيبقى مين قال انه مدرب اجنبي قال كده في مجمل الكلام في التصريح اللي قاله قال يعني اللي هو الطبيعي الطبيعي ان يعني انا بشوف انه اتحاد الكره مجلس اداره اتحاد الكره الامر الواقع بيقول انه انتهى اكلينيكيا. ها صحيح انتهى. صحيح. ليه بقى؟ الدوري في الرابطه والمنتخبات المنتخب الاول مع حسام وابراهيم وفي مدير فني للاتحاد علاء نبيل. يبقى اذا دور اتحاد الكره هيبقى يكمل ايامه المتبقيه هو مسير للاعمال اكتر منه بالظبط يتخذ القرارات لانه بالظبط يعني زي ما بقول لحضرتك من وجهه نظري هناك فشل اداري وواضح جدا واضح من الاول يا كابتن من الاول برضه باستثناء حاجتين. طب حضرتك انت عاوز تصلحها ولا عاوز تسيبها كده؟ انا عايز اصلحها. عاوز تصلحها. اخترت مين؟ اختيار انا شايفه اختيار موفق للكابتن علاء نبيل. تمام. طب انت كاتحاد كوره ها ماشي اخترت علاء نبيل على فكره من القرار المميز في القرارات اللي صدرت اول امبارح هو اختيار علاء نبيل. القرار الظالم ويحتاج الى رد اعتبار ما حدث مع كابتن محمد يوسف. لابد وبسرعه اللي حصل ده الا هتعمل ايه مع كابتن محمد؟ لا رد اعتبار ليه؟ ما انا بكلمك كاتحاد كوره. لا انت الراجل يعني جبته وحطيته في وش المدفع. ما هو نوع من لا من وجهه نظر حضرتك رد الاعتبار. لا رد الاعتبار في توليه مسؤوليه لو انت شايفه ما دام شايفه المدرب يصلح علينا هو يتولى مسؤوليه اي منتخب على مكان مدرب عام لمنتخب مصر الاول مع مدير فني اجنبي. يبقى مدرب فين؟ مهما عملوا مش هيصلحوا الغلطه. هي الغلطه انت شايف الغلطه مالهاش علاج؟ انا شايف ان هي مالهاش علاج طبعا. هي طبعا هي صعبه طبعا. انا هل ينفع ان انا اقول اجيب كابتن محمد يوسف وهذا الاسم الكبير المحترم الرجل المحترم على فكره لو كان اي اسم تاني كنا هنقول هذا الكلام برضه طبعا يعني لكن اجيبه وبعدين بعدها باقل من 72 ساعه قرار لحضراتكم قلتوه مدير فني اجنبي مع مدرب عام كابتن محمد يوسف بالظبط ما كنت اصبر اليومين دول ماشي يا كابتن او اصبر الاسبوع ده ما انا بكلمك بس هو خلاص هو كابتن دلوقتي علينا يعني يعي القائمين برضه بقول لهم يا جماعه اعملوا حاجه لوجه الله اعملوا حاجه لوجه الله قولوا علاء نبيل قدم لنا يا عم ايه اللي انت تعمله صحيح ورقه ويوافقوا عليها مدرب فني ويوافقوا عليها وافقوا عليها وبعدين نيجي بعد كده نحاسب علاء نبيل انت عملت او ما عملتش بالظبط كده لان احنا نفسنا نشوف ملمح من ملامح النجاح داخل اتحاد الكرة هو إمكانية التخطيط الفني لقاعدة الكرة نفسها. يا جماعة الأزمة ليست في أزمة المدرب فقط، علينا ان احنا نبص بنظرة تانية ونشوف اللي حوالينا اتطوروا ازاي. نظام المسابقات ماشي نظام مسابقات وخاصة القاعدة مسابقات ومستويات اللعيبة. يبد ان انا اقول على نبيل اتفرج ده التقرير لعمرو كروش من 21 بعد خسارتنا ايه 2 نهائي تأهل نهائي أمم أفريقيا وخسرت بطاقة مونديال 2022. الراجل قال عندنا مشاكل. مشاكل في ايه؟ مشاكل في تأسيس اللاعب. قال لك في لعيبة عندها مشاكل في 1 2 3 4. أقول الكلام ده أطور الكلام ده أدور أنا ليه أعمل مسابقات لفرق الناشئين بتاعت 11 سنة و12 سنة بدل ما أعلمه أساسيات اللعبة. أشوف أبص على التدريب والشغل اختيارات نفسها عاملة إزاي. يعني عاوز أقول لك إيه نعمل حاجة واحدة بعد كده نقول متشكرين بدليل إنك أنت لما سيطرت على الكرة في افريقيا فترة من الفترات كنت بطل افريقيا في الشباب والناشئين كنت حاضر بقوة كان عندك مسابقات مختلفة مسابقات القطاعات مساحة مفتوحة على مستوى الجمهورية ما هو كان تختار فانت انت دلوقتي خدت الفترة دي وكان عندك مجموعة من المدربين المميزين انت النهاردة عمل في القرار يا كابتن اسلام اختيار 2 مدربين هنسفرهم بره. بقول لحضرتك احنا لينا قد ايه احنا بنتكلم على الفكرة دي لما اتكلمنا هنا قلنا محتاجين فعلا
ندور على ناس تستحق انك انت تطلعها بره تعمل لها معايشه صحيح. سنه ولا سنتين لو لم يكن كابتن حسام حسن كان مين اللي ممكن يمسك منتخب مصر؟ مصريين؟ مصري. اعتقد ان حسام احق. لا 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 ما هو ماشي يعني يعني ما فيش يعني في يعني قصدي الكلام اللي حضراتكم كنتوا بتشيروا ليه من سنه تقريبا واحنا عارفين في مفاجاه واقول لك عليها اللي هو ايه؟ وجود كوادر. وجود كوادر ايوه ما هو وجود كوادر وكيفيه تحضير كوادر مصريه أيوة. للفتره القادمه ما هو ده مهم جدا بس هل ده هيتم يعني في ما هو طيب ما هو ده قرار جيد على فكره ولكن اشمعنى اثنين والاثنين دول معروفين من قبل ما يطلع القرار خلي بالك وانت عارف يعني, يعني القرار متفصل لناس معينه مش فاهم وليش معنى اثنين واخترتهم على اي اساس على اي اساس وايه بقى الاسس عارف يا كابتن مين اقرب ناس كانوا المفروض يتولوا يعني لو ما كانش حسام حسن من وجهه نظري اثنين اتفضل وممكن فيهم واحد كابتن ايمن الرمادي بص عليه مدرب بيصير بخطوات ثابته خد معاه رقم اثنين يمكن يجي بموازاته برضو علي ماهر يعني برضو اثنين دول ياتوا بعد حسام حسن طبعا طبعا تاخد بعديهم انت تمشي بعديهم بشويه ممكن انا شايفه برضو مظلوم مش واخد حقه كابتن طارق العشري معرفش طارق العشري يا جماعه برضو مدرب ليه نظام وليه سيستم بتولي المسؤوليه والاداره الفنيه وعامل شغل يعني انت بص برضو على بصماته مع الانديه المختلفه حتى لو كان النهارده يعني خسر من سيراميكا 1-0 لكن ده مش ده المقياسك برضو تبص على مدرب ليه شخصيه في الملعب ولا لا ليه احمد سامي برضو احمد سامي برضو موجود في الصوره من العناصر الشابه ماشي. يعني شاب 50 يمكن يكون الكابتن يمكن يكون الكابتن يمكن يكون الكابتن محمد يوسف دفع فتره ابتعاده عن التدريب يعني لو كان حاضر متولي التدريب في الفتره دي كان يمكن تبقى الحسابات مختلفه بالنسبه له محمد يوسف اللي محدش يعرفه يكفيه في السي في بتاعه حصول على دوري ابطال افريقيا في نسخه ايوه محمد يوسف حاجه و50 ايوه بقول لك اهو دوري ابطال افريقيا عمل السوبر الافريقي عمل مع الاهلي نتائج اكثر من رائعه ده يؤهله لمدرب كبير جدا جدا وبقول له ما تزعلش دي اختبارات ودي من يعني محنه وهتطلع منها المنحه ان شاء الله خلي بالك هو لم يتم حتى الان يعني انا ما اعرفش كابتن محمد يوسف هيعمل ايه الفتره الجايه هو ما علقش لغايه دلوقتي لم يعلق حتى هذه اللحظه بس هو طبعا وضع طبيعي ان هو مش هيستمر في ظل حاله البرجله ويمكن هو مش يعني مش هيخش في الجهاز بتاع كابتن حسام مش حسام له تصور معين للناس اللي هيشتغلوا معاه استاذ جمال علام دلوقتي عبر قناه سي بي سي بيقول وجهنا الشكر لفيتوريا فهو من المدربين المحترمين واخبرناه بالضغوط الموقعه علينا وتفهم الوضع الذي نمر به طبعا ده مش صحيح هذا الكلام غير صحيح رغم ان البعض تحدث عن عقده واوصل الامر لمبالغ خياليه ما حدش اوصل الامر طب ما يقولوا لنا المبالغ ما تقولوا لنا انتوا المبالغ ايوه ما تقولوا لنا المبالغ يعني كنت اتمنى ان هو يطلع يتكلم بطريقه افضل من كده يعني الناس بتتكلم في ارقام يا كابتن محمد صلاح لاعب خلوق يطلع يقول محمد صلاح لاعب خلوق ومحترم هو يغير على بلده ومر بظروف صعبه ومع حسن سيكون معاون له في الفتره المقبله تمام ان شاء الله نصعد كاس العالم مع حسام حسن ونمتلك لاعبين مميزين ده كلام الاستاذ جمال علام ان شاء الله كلام الدكتور اشرف صبحي برضو من خلال السي بي سي عقدنا اجتماعا مع حسام حسن صباح اليوم ده الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه وابدى كل الاحترام والتقدير لمحترف مصر محمد صلاح كما ابدى المحبه والاحترام له وقال انه لو هناك فرصه لزيارتهم هطلع ازورهم سؤال هو ليه الناس متصوره ان حسام ومحمد صلاح هيبقى في بينهم خناقه مش عارف دلوقتي ما عاوزين نفهم مين مصدر لا أيوة من مصدر إيه الشائعه إيه نفسها دي اللي هي توصلت واترسخت في الشارع نفسه ايوه وبعد لا الكلام بس خلي بالك دي ده بيجرك لسؤال تاني هو دفع الناس بتتكلم فيه انه محمد صلاح بيتدخل في اختيار الاداره الفنيه للمنتخب وده في حد ذاتها برضه الكلام ده يعني اعتقد انه صحيح حتى لو كان يعني النجوم الكبيره بيبقى لها وجهه نظر واحترام ما اعتقدش هيقولوا احنا نجيب لك فلان هيقول لهم لا انا مش عايزه لا ما يعني ما تخش الامور تصل للدرجات دي محمد اسكى من كده يعني هو المسؤول يا جماعه عموما احنا امام مجموعه من القرارات الساذجه من اتحاد كره من اتحاد كره يعني الحقيقه مصر تستحق افضل من كده بكتير هو طيب قوي الاتحاد ناس طيبين والله تظلمت الطيب كده ايوه طيب يعني طيب ايه نحن امام ناس كويسين امور غريبه جدا في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الاوقات كان يجب ان يكون الامر اهدى من كده شويه وجهه نظر يعني في نهايه الكلام عن المنتخب يعني شوف المهمه الاساسيه دلوقتي خلينا نتكلم على
مهمة حسام حسن. صحيح. أول حاجة حسام لازم هو وإبراهيم حسن، دي نصيحة من حد بيحبهم يعني على المستوى الشخصي، لازم يفتحوا صفحة جديدة مع الجميع. هم قالوا كده مع الدكتور أشرف أو الدكتور أشرف قال كده يعني. يا كابتن إسلام بمعنى إيه؟ إنه النهاردة أنت هتبقى مسؤول مسؤولية مباشرة عن منتخب مصر الأول، فقد تتعرض لانتقادات. صحيح. فلا بد ان يكون لا هتتعرض لانتقادات. ايوه لابد ان قلبك يبقى مفتوح لاستقبال كل الاراء. صح. ثانيا لازم يبقى في الجهاز ده يعني، حتى لو انت كمدير فني بتعرف تشتغل مع مجموعه معينه، لازم يبقى في ناس يا كابتن من اللي هم المعدين اللي هم الحاجات الرقميه واللي هي الاساليب العلميه سكاوتنج يعني بتاع الاساليب العلميه عموما الاعداد البدني فريق السكاوتنج بتاعه، لازم يكون عنده فريق مميز جدا يتم اختياره طبعا، يساعد الجهاز ده بتكوينه اللي هو يكونه حسام، تساعده على انه يؤدي شغله صحيح بشكل عملي وجيد. انت عندك اول مباراه هتبقى امتى؟ شهر 6 مع بوركينا فاسو. اللي هي مباراه بوركينا هنا في القاهره. هي المباراه الاهم والاصعب في هذه طبعا المباراة. طبعا انت اولا في هذه التصفيات نفكر برضو الناس تفضل. الجوله الاولى كانت مصر وجيبوتي 6-0، دي اول مباراه في التصفيات. الثانيه مع سيراليون في ملعبهم انتهت 2-0، يبقى انت لغايه دلوقتي الجولتين بنسبه 100% صحيح. الجوله الثالثه بقى هتبقى هنا في مصر مع بوركينا فاسو. صح كده؟ من 3 الى 11 يونيو، وبعديها الجولة الرابعة غينيا بيساو من 3 الى 11 يونيو برضه. مباراتين في نفس التوقيت. يعني في نفس الفترة هتلعب مباراتين. انا في رأيي ان المباراتين دول هم المهمين جدا اللي محتاجين تركيز جامد جدا. يا غينيا هنا هتبقى ولا بره؟ غينيا غينيا بيساو هتبقى خارج الارض. خلي بالك بقى في ظل المفاجآت اللي احنا بنشوفها مع طبعا كثير من المنتخبات في الامم الافريقيه طبعا، فخلينا ننتظر ونشوف بقى مستوى هذه الفرق هذه المنتخبات خلال الفتره اللي جايه. وانت امام بوركينا فاسو ما هو فرقه كبيره خلي بالك جدا وبتعمل مفاجآت وغينيا وهو مقعد واحد، يعني انت عندك 10 مباريات لعبت منهم ماتشين. ايوه 10 مباريات في التصفيات، الاثنين اللي انت كسبتهم دول هيفضلوا معلقين لغاية آخر لحظة، لأن هو مقعد واحد اللي الأول هو اللي ياخد تذكرة السفر صحيح إلى كأس العالم. فإحنا في ظهر المنتخب وفي ظهر الفترة القادمة أستاذ محمود. بلا شك أنا بقول لك أنه عاوزين نقفل الكتاب ونبدأ في مرحلة جديدة، وزي ما قال أستاذ جمال يعني أتفق معاه، يعني نصيحة للجهاز الفني الجديد وكابتن حسام وكابتن باول، جه الوقت انه لازم الصوره تتغير، ان الناس بتفسر الحماس الزائد بصوره باخرى، يعني شايفاه انه الامور يعني محتاجه تبديل، محتاجه سعه صدر، محتاجه تحمل النقد، محتاجه امتصاص الصدمات والتعامل معها، وازاي اتعامل مع الجانب الاعلامي مع الجماهير مع رد الفعل يبقى شكل مختلف. ونبص ونشوف يعني وليد الركراكي واللي جنبنا في المغرب عامل يعني النهارده اتحاد الكوره امبارح عمل له تجديد في الثقه وبتاع ودعم ليك وبتاع، فالناس برضو الناس بتتمنى لحسام حسن وجهازه النجاح حقيقي، واتمنى له ان هو يعمل حاجه كويسه، وانا بقول له دي فرصه مهمه جدا. وحد المصريين خلال وحد الناس حواليك، هم جايين برضو استاذ محمود باجماع من الراي العام. انا بقول لحضرتك يعني الراي العام برضو له دور كبير. وحد الناس وتناسى كل شيء وخلي تركيزك انك انت تعمل حاجه لبلدك زي ما عملتها كلاعب، خلي عندك فرصه انك انت تقدم لعيبه جديده للمنتخب، تدور وتتعب وزي ما انت عملت، خلي فرصه انك انت الناس كلها تلتف حواليك، خلي التصريحات منضبطه، خلي ادي دفعه للكل، الناس عندها امل ونفسها تفرح بيك، وانا بقولها لك اهو تفرح بيك ان احنا نروح كاس العالم معانا مدرب وطني تكرر تجربه الراحل العظيم الكابتن الجواري رحمه الله عليه. عاوز اقول لك الناس مش قادره تنسى كمان اللي عمله الكابتن حسن شحاته في 3 بطولات، نفسها تفرح، فرح الناس. الكلام ده مش هيجي بالكلام، هيجي بالجهد، هيجي بالعمل على اتحاد الكوره وكل هيدعمك، الدوله وزاره الشباب والرياضه الجمهور الاعلام. فانا عاوز اقول انه فرصه انك انت تحط لنفسك بلان كبير جدا تمشي عليه بفتح صفحه جديده واحتواء الجميع وتقديم شكل مغاير
يقول بالفعل انك انت اتظلمت في التاخر بتولي هذه المسؤوليه. وده كلام حقيقي. نتمنى رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال المرحله القادمه. خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم عن النادي الاهلي وما يحدث داخل النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال، استاذ محمود، النادي الاهلي في ظل هذه الظروف الحمد لله اعتقد الدنيا كلها كانت واقفه اجازه فتره طويله جدا، ولكن النادي الاهلي استطاع ان يستفيد من هذه الفتره بشكل جيد جدا. ده مؤكد طبعا. الفتره جت بالمشاركه طبعا في دوره الوديه في الامارات، كانت فرصه لتجربه عدد كبير من اللاعبين، منهم طبعا الصفقات اللي انضمت للنادي الاهلي، وبالتالي هي فتره مفيده لان النادي الاهلي بعد كده راجع على مجموعه مباريات ومنافسات قويه، يمكن اولها شباب بلوزداد طبعا مباراه مهمه جدا، وتليها ايضا بعد كده مباريات كتير لسه هنشوف يعني استعدادات الاهلي ليها ايه، لكن 100% الاهلي مؤجلات الدوري ومؤجلات الدوري طبعا ده كله هيمثل عبء طبعا على الفريق، لكن انا بعتقد ان الصفقات اللي تم ابرامها واخرها الصفقه اللي هي يعني اجباريه الاعاره بالنسبه للحارس محمود الزنفوري اعتقد برضو انه اضافه، يعني هو كحارس حارس مميز بالاضافه لوجود مصطفى شوبير والحارسين حمزه علاء والحارسين الاخرين بتوع حمزه علاء ومين مصطفى مخلوف فطبعا الاهلي دايما بيشتغل على حته احتياجات المدير الفني. المدير الفني كولر اكيد عمل حدد خلال الفتره اللي فاتت احتياجاته هتبقى ايه، وبتتنقل الى لجنه التخطيط واداره التعاقدات ويبتدوا يلبوا طلبات المدير الفني، وانا بشوف ان ده اهم حاجه، ومش لازم يبقى في عدد كبير من الصفقات على فكره اللي هي صفقات الضروره، انت محتاج له محتاج لاعب في مركز معين، مش محتاج ان انت طبعا تغير الفرقه كل كام شهر، بالعكس ثبات التشكيل وثبات القوام الرئيسي بتاع الفريق مهم جدا، اضافه ليه طبعا الاضافات المطلوبه يعني. استاذ محمود، لا هو طبعا انا شايف انه عمل حاجه يمكن اول مره تحصل في النادي الاهلي، انه يتم قيد في القائمه الافريقيه 6 ناشئين. صحيح، بصراحه خطوه في منتهى الجراءه منه، واتمنى يكون اللي في دماغي صح. يعني بالفعل انت محتاج انك انت تعتمد على ابنائك الناشئين المميزين اللي انت شايفهم بتقدمهم بصوره او باخرى في المرحله الجايه، ولابد انك انت تقلل الوافد من بره بالصوره الكبيره جدا بالاعتماد على مجموعه من المميزين والمواهب لدعمهم ومنحهم الثقه في الفتره اللي جايه. ما دي من كانت من ضمن الدروس الجيده اللي حصلت في طبعا طبعا لا شك طبعا، كانت اختيار معسكر برضو في الامارات كان شيء مميز برضو، المنح الفرصه للعيبه كمان يمكن في بدلك برضو في اصابه المهاجم الجديد طبعا حسام يعني حسام ما كانش الدنيا متوقعه، لكن معلش هي كده برضه انضمام عمر كمال عبد الواحد في التوقيت ده، وضم برضه محمود الزنفيري طبعا انا شايف برضه من الحاجات المهمه، ودعم برضه لحراسه المرمى برضه بخبره من الخبرات ومن الحراس المميزين اللي احنا شفناهم في الدوري المصري في السنوات الماضيه، اتمنى له التوفيق ان شاء الله. طبعا مع الواعد بامانه شديده مصطفى شوبير برضه هيكون عليه مسؤوليه كبيره، ومعاه حمزه علاء، فاعتقد انه الفتره الجايه دي هتبقى محتاجه فيها ضغط كبير جدا على الفريق، خاصه انها تبدا بمشوار بسفر الجزائر لاداء مباراه الشباب بلوزداد، كمان عندك بعد كده تحديد مؤجلات الدوري هيبقى فيه عندك ضغط كبير جدا طبعا. برضه عندك نهائي الكاس يوم 13 مارس اول ايام شهر رمضان المعظم ان شاء الله، فاعتقد انه برضه حسابات الجهاز الفني اكيد دارس ومحدد المرحله ومتطلباتها، وانك انت عاوز تحسب برضه موقفك في التاهل في دوري المجموعات، عاوز برضه تستعيد قمه المسابقه وتبعد عن المنافسين بصوره واخرى، فاعتقد كولر
واللعيبه والجهاز الفني ودعم الجمهور هيبقى مهم جدا في الفتره الجايه، خاصه ان برضو الناس وحشها الاهلي ونفسها تشوفه صحيح. مره اخرى ونشوف برضو الدوري على مستوى افضل ومنافسه اكبر. ان شاء الله تكون بدايه موفقه ان شاء الله من الجزائر، ان شاء الله تكون عوده الفريق مره اخرى للمستوى. يا رب. مباراه مهمه طبعا جدا، مباراه تشامبيونز الجزائر. اه طبعا. يعني الفرق الجزائريه عموما بيبقى لها يعني مبارياتها مع الاهلي ومع الفرق المصريه لها طبيعه خاصه حتى على مستوى المنتخبات. فهي مباراه مهمه جدا جدا في مشوار النادي الاهلي يعني. طيب ماذا سيحدث بقى في البطولات القادمه؟ عوده الدوري من وجهه نظركم، عوده الدوري، عوده الكاس او المباراه النهائيه في بطوله الكاس يوم 13 اعتقد مارس. 13 مارس. اتفضل يا استاذ محمود. اعتقد ان ما انا بقول لك انه انت كمان عندك مشكله برضو في مارس، انت عندك دوره وديه للمنتخب الاول برضو، فهتكون في الامارات، ما نعرفش انت هتروح فيها ولا لا. اعتقد برضو هيحاول يدي فرصه برضو للكابتن حسام برضو جهاز جديد عشان يشوف المنتخب واللعيبه برضو، وده تجمع مهم جدا. فانا عاوز اقول لك ايه، هتبقى فتره مضغوطه كبيره جدا على اللعيبه وعلى الاجهزه الفنيه. اعتقد انه يعني كولر هيكون حريص جدا على مسألة الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق، ودي بقى هي دي مناطق الحدوتة كلها، وتوفيق ربنا ليه في اختيار العناصر والحفاظ على أكبر قدر من العناصر الأساسية موجودة، بعيدا إن شاء الله عن ربنا يبعد الإصابات يعني عن لعبة النادي الأهلي. فأعتقد هتبقى دي هي دي لب الموضوع، زي ما احنا اتكلمنا عنها الموسم الذهبي اللي حصل فيه، انك انت قدرت تحافظ على فرقتك بشكل كامل، وكان يمكن التغييرات محدوده بشكل انك انت كنت محافظ على القوام. فدي من التحديات المهمه جدا، ودي اللي هتكون حاسمه فاصله خلال مشوارك سواء على دوري ابطال افريقيا البطوله المهمه، او على البطوله المفضله ليك الحفاظ برضو على درع الدوري في الجزيره. برضو دي من الحاجات هتبقى صعبه جدا كمان. وكاس مصر مباراه كبيره جدا، كاس مصر ونهائي مع الزمالك برضو بشكل جديد بعد تدعيم بثقافات صفقات كبيره وجهاز فني جديد، فبرضو دي هتبقى لها حسابات مختلفه هتخلي المواجهه مواجهه صعبه وبشكل مختلف. ان شاء الله يكون يعني جهاز فني حاضر ومحضر ان شاء الله بصوره كبيره جدا. بمعنى ان الاهلي هيرجع للمشوار بتاعه تاني طبيعي بقى، اللي هو الطبيعي واللي هو بيتضمن العديد من المشاركات في وقت واحد او متقارب. وبالتالي احنا شفنا يمكن مارسيل كولر برضو عنده ابتدى يعني يتعود جدا على اللعبه دي صحيح. او على هذا الاجواء دي يعني على الاجواء دي وهذا التزاحم في جداول المباريات 100% هو بيبقى عامل حسابه من خلال اعداد كل اللاعبين زي ما شفنا قبل كده ان هم يبقوا جاهزين للمشاركه في اي لحظه يعني. عموما نتمنى رب كل التوفيق للنادي الاهلي ولمنتخب مصر الحقيقه خلال الفتره القادمه في ظل هذه الظروف الصعبه جدا اللي بيمر بيها منتخبنا. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب وكل التوفيق للجهاز الجديد اللي احنا يعني بنقول ان كابتن حسام، كابتن ابراهيم، كابتن طارق سليمان، كابتن احمد الكاس، كابتن سعفان الصغير، كابتن وليد بدر، دي المجموعه اللي بيقال ان هي هتكون متواجده مع منتخب مصر خلال مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم اللي تم بالفعل اتخاذ قرار بوجودهم مع منتخب مصر خلال الفتره القادمه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ جمال. شكرا جزيلا يا استاذ محمود. وعلى فكره انا بدعو اتحاد كره القدم لان هو يمحو القرار اللي حطه من يوم 4 فبراير. اتمنى ان القرار ده يتشال من على الصفحه. نعم خليه موجود. حلو. لا بالعكس، ده انا النهارده قلت اتاكد حاجه اصلا تزعل. لا انا قلت اتاكد الخبر موجود، القرار لقيته موجود والله. ايوه ما خلاص يعني يا جماعه شيلوا القرار ده يا جماعه، عيب. احنا صورناه انا صورناه وكل حاجه ولكن ما تبقاش موجود. كلنا عملنا سكرين يعني وعندنا القرارات، ولكن ان هو حتى تقديرا للرجل يعني تقديرا للكابتن محمد. انا برضو قريت من ضمن الكلام عشان برضو ابقى قلت كل حاجه من ضمن الكلام اتقال للحاج عامر حسين قايل ان الكابتن محمد يوسف رفع الحرج عن اي جهاز فني، عن الجهاز الفني هو راجل محترم محمد يوسف طبعا. انا ما اعرفش يعني رفع الحرج ازاي، ان هو اعتذر يعني اعتذر فيعني معنى كده ان يمكن قد يكون هناك اعتذار بشكل رسمي من الكابتن محمد يوسف. عموما هيبان من النهارده لبكره هيبان امور كثيره جدا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.